كليك اف ام الاذاعه الاولى في تونس. My favorite holiday of the هذا اليوم هو في الحقيقة يوم العيد الأفضل بالنسبة له ولكثير من الأمريكيين كذلك. هو احتفال بالديمقراطية بالمثل التي يمثلها النظام الديمقراطي وباستقلال الولايات المتحدة، واحتفاله في تونس له وقع خاص لديه. It's a special time in هذا الوقت وقت خاص ووقت مميز بالنسبة لتونس، ولذلك الاحتفال باستقلال الولايات المتحدة في تونس كما قال له وقع خاص. To be able to share it with so many Tunisians here tonight. What I see in the Tunisian US relations ما يخص العلاقات بين الولايات المتحدة وتونس هي أن العلاقة علاقة استراتيجية وقوية جدا، وقد بدأت في الحقيقة منذ استقلال تونس في عهد الرئيس ايزنهاور والرئيس بورقيبة. Since then, but I think it's gotten stronger recently. We just announced a new assistance program that's focused. فيما يخص التعاون والمساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة إلى تونس عبر ما الجانب التونسي والجانب الحكومي، الجانب الأمريكي والجانب الحكومي التونسي، اتفاقية قوامها مليار دينار تونسي الأسبوع الماضي، وتخصص هذه الاتفاقية لخلق الوظائف خاصة في القطاع الخاص. بالنسبة للسفير العلاقة هي علاقة قوية بين البلدين، ويود أن تكون العلاقة قوية أيضا في المجال الاقتصادي بين البلدين.